برأيك وفق التصريحات الإسرائيلية هل بدأ الاجتياح البري أم أن فعلا إسرائيل تخاف مما تصرح به، خاصة أن الإعلام الإسرائيلي يعني بالأمس ذكر بأن هناك كان خيبة أمل للجيش الإسرائيلي في الهجمات التي قام بها بالأمس، إلى أين تتجه الأمور برأيك؟ نعم، تحياتي وشكرا جزيلا للاستضافة. حقيقة لا شك في أن هناك انقسام في داخل المؤسسة الإسرائيلية حتى الآن أو في داخل المعسكر الغربي بشكل عام حول توقيت الهجوم وليس حول الهجوم بحد ذاته. يعني الهجوم أصبح متفق عليه ومدعوم، ومنذ اللحظات الأولى من اللقاء اللي صار ما بين بلينكين وما بين نتنياهو توضحت تماما الولايات المتحدة الأمريكية أعطت ضوء أخضر لإسرائيل للقيام بهجومها على غزة. الآن قضية التوقيت هي اللي تختلف، هناك وجهتين نظر في داخل إسرائيل. وجهة النظر التي تقول إننا يجب أن نمهد أكثر لهذا الهجوم عبر تدمير ممنهج أكثر وتدمير شامل أكثر للمنطقة حتى نضمن دخول بأقل كمية ممكنة من الخسائر، وإلى حد ما نتنياهو يؤيد هذا الخط، بل وهو أيضا شغل مجسات إعلامية للترويج لهذا الخط في داخل الإعلام الإسرائيلي وفي داخل القوات المسلحة الإسرائيلية. من جهة ثانية هناك الخط الثاني الذي يترأسه وزير الدفاع والذي يقول بأننا جاهزون الآن فورا لبدء العمليات. طبعا الجانب الأمريكي أيضا ضغط باتجاه التأجيل من أجل إتاحة الفرصة أطول ما ممكن من أجل قضية الوساطات لإخراج الرهائن، خصوصا مع الحركة المشجعة التي قامت بها حماس بإطلاق سراح 4 رهائن حتى الآن على ما أعتقد، واستعدادها للتفاوض بوساطة قطرية ومصرية وتركية أو قطرية بالذات أكثر من الجميع من أجل إخراج كمية أكبر. وطرحت أيضا على لسان وزير خارجية إيران نفسه بأنها حماس مستعدة لإطلاق سراح كل الرهائن مقابل وقف إطلاق النار. فبالتالي هناك اختلاف حول قضية التوقيت. أعتقد مثل ما قال ضيفك الكريم قبل قليل، العملية كانت كعملية أمس كانت أقرب لبايلوت أو أقرب لعملية تجريبية للتأكد وحسم أي من الرأيين هو الأفضل. يعني أنا لا أدري، هي ليست الأولى بالطبع سيد الناصر. نعم، هي ليست بالعملية التجريبية الأولى، يعني ليس بالأمس فقط إسرائيل دخلت على قطاع غزة، وإنما كانت في الأيام الماضية كان هناك تجارب لها ومحاولات أيضا. نعم، وبالتالي هذه كلها من أجل أن يتشكل الرأي النهائي، هل هناك مقاومة في غزة قوية تحتاج إلى استمرار عمليات القصف التدميرية التي تقوم بها الآن من أجل إسكات أكبر كمية ممكنة، أم أنه لم تعد هناك مقاومة حقيقية وبالتالي الأرض ممهدة الآن للهجوم البري. أخشى أنه الهجمات أو نجاحنا في صد الهجمات الإسرائيلية ستؤخر الهجوم البري، وبالتالي سوف تعطي مجال أكبر لعمليات تدمير انتقامية وتدمير على شكل الفرشة مثل ما يقولون. القصف صار على شكل فرشة بأكمله، تدمير غير ممنهج، تدمير واسع، تدمير شامل يشمل مناطق بأكملها من أجل تأمينها. فبالتالي شوف انظر المفارقة التي وقعنا نحن فيها أو وقعت قوات حماس أو كذا، كلما تصدت ببسالة لأي محاولة لهجوم تجريبي كلما أطالت فترة القصف على سكان غزة وعلى أهل غزة، وكلما لم تقاوم أكثر كلما مهدت الطريق لغزو بري قد يتسبب أيضا في أذية أهل غزة. فإحنا أمام فكي كماشة مثل ما يقولون. تفضل بالبقاء معي سيد الناصر الدريد.